تعليق على هذه الخطوة التي قام بها حلف شمال الأطلسي، ينضم إلينا في الاستوديو نائب رئيس مركز تحليل نظم التطور الاستراتيجي في موسكو غريغوري تروفيمشوك، ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. لو أبدأ مع السيد غريغوري، ضيفي في موسكو، وفقا لتعهدات الغرب السابقة بأنه ماضي بمزيد من العقوبات، الناتو يعلق اليوم تعاونه العسكري والمدني مع موسكو، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟ أعتقد أنه ليس هناك من أمر مخيف هنا، هذا نوع من التهديدات، فالعقوبات الاقتصادية ضد روسيا يحاولون فرضها، ولكن هذا الموقف لم ينتهي حتى الآن. الغرب والاتحاد الأوروبي يرون أن هذه التهديدات لا تؤثر لا معنويا ولا ماديا، لذلك تم تبني هذه العقوبات العسكرية على المستوى الشفهي أو الإعلامي فقط، وإدخال الناتو في هذا الإطار. ونحن نرى أن العلاقات بين روسيا والناتو كانت على غير حسن حال في خلال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بقصف صربيا وانفصال كوسوفو، والآن نرى الوضع حول أوكرانيا والقرم. وانطلاقا من أن هذه التهديدات لا تنتهي، يمكن استنتاج أن ما يجري مناقشته الآن في الناتو لن ينتهي بنتائج فعلية. يدور الحديث حول فتح قواعد عسكرية في بعض الدول وزيادة التواجد في دول البلطيق وإجراء مناورات وتدريبات مشتركة، لكن روسيا تجري كذلك مناورات والناتو يجري، هذا أمر غير ضار. نستمع لرأي ضيفي من نيويورك الأستاذ أحمد فتحي المحلل السياسي. أستاذ أحمد، على ماذا تعول بنظرك دول الحلف من خلال هذه الخطوة؟ ألن يكون لها انعكاس على هذه الدول وخصوصا على الولايات المتحدة الأمريكية؟ السلسلة أو الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الناتو هي جزء من منظومة العقوبات التي تهدف إلى عزل روسيا وزيادة الضغوط عليها. فمعنى أن ترسل الناتو قوات إلى الدول الحدودية مع أوكرانيا فهي تزيد من وجودها العسكري، فهذا يمثل ضغط على الاستراتيجية الروسية في المنطقة، في الحزام الجغرافي الذي توجد فيه. عندما توقف الناتو التعاون لتدريب المسؤولين عن مكافحة المخدرات في أفغانستان وهي مشكلة لروسيا، فهذا أيضا يزيد من الضغوط. عندما توقف عقود الصيانة للطائرات الأفغانية الروسية الصنع، فهذا يضع أيضا ضغوط، ربما لا يكون ضغط منفصل بذاته، ولكن يجب النظر إليها في وسط حزمة العقوبات والضغوطات. إذن هي حتى ضغوط، الآن هي معظم ضغوط كثيرة. العقوبات التي فرضت نعم. هي رمزية، نعم هي ضغوط كثيرة كما يتحدث ضيفي أحمد فتحي من نيويورك. كيف سيكون رد فعل الاتحاد الروسي على هذه الضغوط وخصوصا على الضغط الأخير وهو تعليق التعاون مع حلف الناتو في المجالين المدني والعسكري؟ أعتقد أن موسكو إذا ما ردت على هذه الخطوة فستقوم بشكل هادئ تماما، ستنظر إلى ما الذي سيجري فيما بعد من جانب الدول الغرب والناتو والولايات المتحدة. وبما أن الناتو انضم إلى هذه المناقشة، وأؤكد أن هذه ما زالت في إطار المناقشة، التهديدات بوقف التعاون العسكري في مجال مكافحة المخدرات، هذا سيحسن الوضع، لأننا لسنا بحاجة إلى هذا التعاون الذي يؤدي إلى زيادة سوء الأوضاع في مكافحة المخدرات في الفضاء السوفيتي السابق. لابد علينا من إجراء عمل إحصائية بعد وقف هذا التعاون، وأنا على ثقة من أنه بعد إجراء استفتاء سنكون متأكدين من أن انتشار المخدرات قل بعد وقف هذا التعاون مع الناتو. أستاذ فتحي، كيف سيكون انعكاس هذه الخطوة على الدعوة إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية؟ الدعوات إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية بتقابل بكل تأكيد بالترحيب في العواصم الغربية. رأينا عندما اتصل الرئيس فلاديمير بوتين بالرئيس باراك أوباما، تم توجيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من منتصف طريق عودته إلى الولايات المتحدة إلى الذهاب إلى باريس ولقاء سيرجي لافروف وزير الخارجية.
فبالتالي يوجد استعداد للوصول الى حل سياسي ودبلوماسي. ما الفائدة من هذه التصريحات وهذه اللقاءات إذا كان الغرب ماض في تصعيد العقوبات والاستمرار في هذه الحرب الباردة كما يراها بعض المراقبين؟ الغرب ماضي في تصعيد العقوبات لأنه لا يجد استجابة من الجانب الروسي. عندما يلتقي سيرجي لافروف وجون كيري ويصر لافروف على أن ضم القرم هو أمر نهائي لا عودة فيه، إذن فأين فالتفاوض يكون على ماذا؟ هل التفاوض يكون على الاعتراف بضم القرم عقب استفتاء لا يحظى بالشرعية الدولية ولم تقبله معظم دول العالم حتى الآن، يتنافى مع التصريحات الروسية بالمحافظة على سيادة أوكرانيا ووحدتها الإقليمية كما تم التصريح في بداية الأزمة؟ إننا نرى تصريحات ولكن لا نرى أعمال على الأرض. كيف ترد سيد غريغوري ضيفي هنا في موسكو على هذه على ما تفضل به السيد أحمد فتحي من أن موسكو لم تبدي أي حسن نية في التعامل مع المضي قدما في الحل السياسي طالما أنها تصر على أن القرم أرض روسية وتم ضمها للاتحاد الروسي؟ Да, конечно, и Москва постоянно к этому призывает. Москва دائما تدعو إلى حل هذه الأزمة. الحديث عن أن موسكو فقط مسؤولة عن وحدة الأراضي الأوكرانية، فالولايات المتحدة الأمريكية تحمل نفس المسؤولية تجاه أوكرانيا. لذلك علينا أن نرحب بالمفاوضات في إطار لقاءات لافروف وكيري، لأنني أعتقد أن على مع الرغم من قلة المعلومات التي تخرج من أروقة هذه المفاوضات، لكننا نرى أن هناك التفعيل لهذه المفاوضات، وأعتقد أننا في القريب ستكون هناك نتائج. وفي البداية كانت تم تحديد هدف في مفاوضات لافروف وكيري حول وضع دستور جديد لأوكرانيا وحول إمكانية نظام فيدرالي في أوكرانيا، لكنه لم يكن هناك نقد شديد من جانب الولايات المتحدة أو كيري، وأعتقد أن المفاوضات ستسير في هذا الاتجاه. لكن عندما تحدثنا أيضا عن خطوات الناتو، يعني هناك معلومات تشير إلى أن هذا الحلف سيبدأ بتعزيز علاقاته مع مولدافيا، أرمينيا، أذربيجان، وحتى أن الحديث يجري عن اعتماد ضباط اتصال في هذه الدول. ألا يقلق ذلك الاتحاد الروسي؟ هم لن ينضموا إلى الناتو في القريب بالتأكيد، والوضع الذي وقع الذي حدث في لماذا أنت تتوقع أنهم لن ينضموا؟ لأن هذه العمليات عملية. إذا ما تحدثنا من الناحية الفنية، العملية الانضمام فنيا هي طويلة الأجل، غير أن هناك أيضا عامل معنوي هنا يعيق هذه المسألة. فالدول جميعا في خلال الأشهر الأخيرة رأوا كيف يتعامل الغرب قسوة تجاه مع من لا يقوم بتنفيذ مطالبهم، وذلك والحديث هنا لا يدور حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو، بل إلى توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ورأينا كيف هم تعاملوا مع أوكرانيا بهذه القسوة. لذلك فإن مولدافيا وأذربيجان وتلك الدول التي أشرتم إليها يرون أنهم لديهم مشاكل كبيرة جدا مع وحدة أراضيهم والدول المجاورة، لذلك سيكون عليهم استنتاجات هنا. وإذا ما أضفنا أرمينيا إلى هذه القائمة، فلكن علينا أن نرى أن أرمينيا نرى لها علاقات قوية مع منظمة الأمن ومنظمة الدفاع اتفاقية الدفاع المشترك هنا، ولذلك لا يمكن لها الانضمام إلى الناتو. ولا يمكن استثناء من أن بعض الدول قد لا تنضم إلى الناتو، بل ستنضم إلى منظمة اتفاقية مع الأمن الجماعي. السيد أحمد فتحي من جديد. أستاذ فتحي، هل نحن أمام إطالة لمدى هذه الأزمة من خلال هذا التصعيد الأخير بخطوة حلف الناتو؟ وهل تتوقع أن يكون هناك أيضا تصعيد على غرار هذه الخطوة؟ هل من عقوبات جديدة بقيت في يد الغرب يمكن أن يضغط بها على الاتحاد الروسي؟ قبل أن أجيب على سؤالك حول التصعيد، أحب أن أعقب على كلام ضيفك الكريم في موسكو أن الدول أو الجمهوريات السابقة في الاتحاد السوفيتي بعد الأحداث التي وقعت في جورجيا في 2008 وفي القرم هذا العام يروا أنهم ليسوا بعيدين
ربما لا تكون الدول التي ذكرتها هي على الأولوية، ولكن يوجد دول مثل لاتفيا وأستونيا ومولدوفا وبيلاروس وكازاخستان يوجد لديهم يعني نسبة قلق عالية جدا، مما سيدفعهم في النهاية إلى البحث عن قوة تساندهم وتدافع عنهم في حالة تكرار سيناريو جورجيا وسيناريو القرم مرة أخرى. هذا أولا. بالنسبة للتصعيد بكل تأكيد نحن منذ بداية الأزمة وقلت على شاشة أرتيك سابقا أنه يوجد تصعيد، أن الموقف يتجه إلى التصعيد، هذه نوع من الحرب المتكافئة، فيوجد فعل ويوجد رد فعل وهكذا دواليك، فنحن على مسار تصعيدي طيب حتى هذه اللحظة. نعم بعجالة سيد غريغوري، أردت أن تعقب على كلام سيد فتحي بعجالة من فضلك. أود قوله أن تلك الدول في الامتداد السوفيتي السابق الذي تحدث عنها زميلي إلى حد أكبر تخاف وتخشى الانفجار من الداخل الذي يتم إعداده من الخارج، وكل ما يجري في العلاقات مع الناتو ومع الغرب في هذا الوضع يرجع إلى الخلفية. إذا ما نظرنا إلى مثال ما حدث منذ فترة قصيرة في تركيا في أنقرة عندما خرج حماة البيئة وراقب جميع هذا الوضع، وهذا ما يقلق تلك عواصم الدول التي ذكرت الآن وليس الناتو. لذلك فإن الوضع هنا ليس محددا وسنرى تطور الأوضاع. شكرا لنائب رئيس مركز تحليل نظم التطور الاستراتيجي في موسكو غريغوري تروفيمشوك، وأيضا الشكر موصول لضيفي من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي.